أحبتي، الدعوة إلى الله واجب رباني ومشروع ميداني وعمل إنساني، والله يدعو إلى دار السلام. الله عز وجل بذاته المقدسة يدعو جل في علاه، ولهذا من عباده من جعلهم دعاء إلى منهجه سبحانه، يقول سبحانه وتعالى عن هذا المنهج: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه تزكية لمن يتبع رسولنا. أما بيان هذا المشروع: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل هذه سبيلي بيان للمشروع أو ما يسمى خارطة الطريق أو المنهج، فهي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل. قال أدعو إلى الله يعني إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، لا أدعو إلى مشروع خاص ولا إلى حكم ولا إلى جماعة ولا إلى منظمة ولا إلى سبب دنيوي، إنما إلى عبادة الله وإلى توحيده وإلى تعبيد الناس له سبحانه وتعالى. على بصيرة يعني على حكمة وعلى علم وعلى فقه وعلى معرفة، فأنا عارف بما أدعو إليه وبماذا أقول وكيف أتصرف في الدعوة. أنا ومن اتبعني، فكل تابع للرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والهدى. وسبحان الله وما أنا من المشركين، فهي دعوة إلى التوحيد، توحيد الباري وإله الألوهيته سبحانه وتعالى والإيمان به وعباده. معاشر الدعاة، اقرأوا سيرته صلى الله عليه وسلم وتعلموا سنته وتفقهوا في الكتاب والسنة وانهجوا نهجه بأبيه وأمه.